بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بيكم في لقائنا الاسبوعي للشباب، وبنفكرهم النهارده في لوقا 10 عين 70 اخرين ايضا. يبقى اذن الرسول إنسان مختار من الله، أو المرسل أو الخادم عموما إنسان مختار من الله ومعين من الله. اثنين، مرسل من الله، أرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. يعني بعتهم للبلاد اللي حاجة يعني استراتيجية جميلة، ان بعت اتنين عملوا برين ستورم زي ما بيسموها، عصف ذهني في البلاد اللي هو رايحها. المسيح جاي، هو ايه مين المسيح ده؟ ده الله، ده ابن داود، ده جاي ببشارة إلهية من العذراء مريم وإلى آخره. الكتاب قال في العهد القديم في سفر الأمثال: اثنان خير من واحد، إن سقط واحد الآخر يقيمه. يعني بيبعث الرسل دايما كانوا اتنينات اتنينات مع بعض، لو واحد تعب التاني يكمل العمل، لكن لو واحد بس وتعب يبقى الخدمة ماتت والمجهود اللي اتعمل ينزل على مفيش. ارسلهم اثنين اثنين لكل جهة امام وجهه الى كل مدينة وموضع. المدينة وموضع، مدينة يعني مدينة ضخمة، متروبوليتان، متروبوليتيس دي اسمها مدينة، وموضع يعني ممكن تبقى مدن صغيرة أو قرى. وده يوري ازاي المسيح خلى الرسل يهتموا بكل نفس في كل مكان وفي كل زمان، عايشين في بلد كبيرة، في بلد صغيرة، في قرية صغيرة. واحنا في الخدمة علمونا كده، ما ننساش يعني انا ساعدت ام اثنس في الخدمه، وطبعا اتعلمت منه كتير قوي في معنى الخدمه ومفهوم الخدمه، انه كان بيزور البيوت بيت بيت. انا زرت احيانا معاه كنت صغير، فكان ممكن يعني ما فيهاش مجهود، لكن هو كان كبير يعني يمكن كان 40 سنة ولا حاجة، فيطلع خامس دور وبعدين تالت دور وبعدين أول دور وبعدين الدور الأرضي، يلتقوا فيه كلهم، ما كلهم زي الإخوات والقرايب، يلتقوا كلهم في الدور الأرضي. كنت فاكرة طبعا مفيش مكان يسعهم، فقاعدين على الأرض كلهم، منظر من أجمل ما يمكن. وهو سيدنا قاعد بيكلمهم ويقرأ معهم كتاب مقدس وهم يناقشوه. وسمعت مناقشات لناس يبانوا انهم بسطة لكن دارسين الكتاب كويس قوي، او صغيرين ودارسين برضو الكتاب كويس قوي. فهو كان ماشي بسياسة بيت بيت. وانا ما انساش ابدا ابدا لما سيدنا بثناسيوس كان يطلع 10 ادوار عشان يزور واحد، لقى الاسانسير عطلان. طبعا الوقت ثمين، فما فيش حاجه اسمها طب اجي لكم بعدين، ما ينفعش، لازم يطلع ال10 ادوار دي، لانه عرفوا فوق ان سيدنا تحت جاي لهم،
نزلوا يجروا قالوا له تعال مستنينا كسينا، بس لا مؤاخذة الأسانسير عطلان. ما قال لهمش صديقي يا ولاد خلوها في ورق مرة تاني، أجي لكم بكرة أجي لكم بعده. لأ، بعد ما طلع ال10 أدوار وكان مفيش، وهو على فكرة كان عنده الكبد، كان عايش بجزء من الكبد. أنا معلش مش قاصد إن أنا أمدح بس أنجز، لكن اللي شفته بحكيه. ففي خدمة فيها عطاء حقيقي، عطاء حقيقي. الحقيقة نموذج في الرعاية أنا ما شفتش زيه، ونموذج لدارس الكتاب المقدس. هو كان أستاذ في الكتاب بشهادة البابا شنودة، فكان تكريم لهذا الرجل الذي خدم الرب وخدم جيله بأمانة وعطاء حتى آخر قطرة دم في جسده. ما فيش غير كلمة كل سنة وانتم طيبين بعيد الرسل، وكل سنة وانتم طيبين في الكنيسة الرسولية، الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية، مقدسة جامعة رسولية أرثوذكسية، كنيسة الله. فإحنا في كنيسة ذات تاريخ عريق جدا، يعني تتضاءل أمامه كل التواريخ. فتعالوا نتمسك بكنيستنا، نشبع بيها، نعيش جواها، نخدم فيها، وناخد من أسرارها المقدسة ومن كهنوتها المبارك، عشان حياتنا تتغير إلى الأحسن باستمرار. وربنا المجد دائما أبديا، آمين. إحنا يعني نشكر ربنا على رجوع الخدمة والأنشطة والمهرجان. خدمة ترجع الخدمة في الكنائس، والأنشطة ترجع برضو في الكنائس، سواء كانت فردية أو مجموعات. والمهرجان، مهرجان الكرازة المرقوصية، كله ده راجع تاني خلاص إن شاء الله. وكمان ضمنهم مدرسة المبدعين، اللي هي أعتقد إن أنتوا تابعتوها، واللي منكم يحب يخش مجرد يقول مدرسة المبدعين .com أو إسقاط الشباب. يعني الحقيقة هيذهل من الحاجات اللي تعلموها الأطفال والفتيان والشباب، إبداعات جيدة وجميلة جدا جدا بواسطة أساتذة فنانين عظام. أنا بشكرهم، مش هقول أسامي، كلهم جم بمنتهى الحب واشتغلوا وعلموا الأولاد بفرح، والولاد أنتجوا حاجات ظريفة وجميلة. فأنا بشكرهم لأنهم لم يبخلوا بالوزن اللي عندهم أنهم يتاجروا بيها. النهاردة بداية المؤتمرات، والنهاردة مؤتمر إعدادي بنات، إعدادي بنات، وبعدها يجي ثانوي بنات، بعدها يجي الطفولة، بعدها تيجي المراحل كلها والأنشطة. المغتربين كمان لهم مؤتمر، فياريت نحضر المؤتمرات دي، وياريت نشارك فيها بكل كياننا. أنا بشكر القائمين على هذه الخدمات، وبشكر محبتهم إنهم بيعملوا في صمت، ونادر لما تعرف الاسم بتاع اللي بيشتغل، ولكن طبعا بيتعرف اسم المسؤول الكبير
عشان يرجعوا له عند أي شكوى أو أي ملاحظة. الخدمة رجعت والأنشطة الكنسية رجعت والمهرجان رجع ومدرسة المبدعين رجعت والمؤتمرات رجعت، إن شاء الله كل ده يتنشط من جديد ويشتغل ويستوعب أولادنا وبناتنا في مختلف المراحل. احنا يعني سعداء بأن احنا نبتدي المهرجان تحت رعاية قدرة بابا تغدروس الثاني اللي هو الرئيس الأكبر والأعلى لمهرجان الكرازة المرقوصية في كل العالم بقى. يعني المهرجان دلوقتي في كل العالم دلوقتي، وكل الآباء الأسافة هم طبعا مش هو الأسامي هم أكتر قوي، ويمكن تلتهم شغالين معنا في المهرجان فعلا. فربنا يبارك في الكل ويخلي المهرجان سبب توبة وخلاص ونمو وبركة في حياة أولادنا وأجيالنا الصاعدة، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.